السلام عليكم. سنحاول اليوم تعلم طريقة استعمال البريد الإلكتروني الجيميل. ماذا سوف تتعلم في هذا العرض؟ أولا، كيف تقوم بإنشاء بريد إلكتروني؟ ثانيا، كيف ترسل بريد إلكتروني؟ يمكن أن تتساءل لماذا علينا استخدام البريد الإلكتروني؟ لأنه سهل الاستعمال ويمكنك من إرسال جميع أنواع الملفات والصور والوثائق، والأهم من ذلك يستخدم كطريقة رسمية للتواصل بينك وبين أصحاب العمل. يمكنك إنشاء حساب جيميل على جهاز الكمبيوتر، أو يمكنك تنزيل التطبيق على جهاز الهاتف المحمول. على الكمبيوتر يمكنك الذهاب إلى accounts.google.com. سوف يأخذك إلى صفحة تشبه الذي تظهر في الصورة. يمكنك كتابة اسمك الأول واللقب. في السطر الثاني تحتاج إلى إنشاء اسم للمستخدم. هذا سيكون عنوان بريدك الإلكتروني. يجب أن تختار اسم لم يستخدمه أحد من قبل، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون سهل، يمكنك أن تتذكره وللآخرين كذلك، ويمكن أن يكون مزيج من الأحرف والأرقام والفواصل. على جهاز الهاتف المحمول يجب أن تضغط على تطبيق جيميل. سوف تظهر لك شاشة كما مبينة أمامك. ستقوم بالضغط على Add Account. سوف تأخذك إلى شاشة حساب جوجل accounts.google.com كالتي شاهدتها في الصفحة السابقة، التي سوف تسألك عن عنوان بريدك الإلكتروني. أدخل البريد الإلكتروني الذي تريد أن تنشئ. بعدها سوف تأخذك إلى نفس سلسلة الشاشات. اسم المستخدم في البريد الإلكتروني يعني عنوان البريد الإلكتروني. في هذه الحالة سوف نستخدم اسم كمثال توضيحي الذي هو camp.2021. في هذه الحالة سيكون عنوان البريد الإلكتروني لاسم المستخدم camp.2021@gmail.com. عندما ننشئ بريد إلكتروني نحتاج إلى إنشاء كلمة سر لكي تحمي حسابك من الاختراق. ممكن أن تكون كلمة السر عبارة عن مزيج من الأحرف والأرقام والأشكال. حاول أن تختار كلمة صعبة التوقع لكي تحمي حسابك من الاختراق. في هذه الحالة سوف نختار كلمة Welcome 2021 مع علامتي تعجب، ثم اضغط على كلمة Next التي تعني التالي لكي تأخذك إلى الصفحة التالية. في هذه الصفحة يسألك عن رقم هاتفك أو عنوان بريد إلكتروني آخر. يمكنك عدم إدخال هذه المعلومات، لكنها في بعض الأحيان ضرورية في حالة أنك نسيت كلمة السر وتريد إعادة فتح حسابك من جديد. سوف تحتاج هذه المعلومات. في الأسفل يسألك عن تاريخ ميلادك وجنسك. عند إدخال هذه المعلومات يمكنك الضغط على كلمة Next التالي لتذهب إلى الصفحة الأخرى. إدخال تاريخ الميلاد ضروري في حساب جوجل لأنه مرتبط ببعض الخدمات التي تقدمها جوجل المخصصة لأعمار معينة. في هذه الحالة سوف ندخل January 1st 1950.
يمكنك عدم كتابة جنسك إذا كنت تفضل ذلك، ثم اضغط على كلمة Next. جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة تحتوي على بعض الشروط والخصوصية للمستخدم. يمكنك قراءة تفاصيل الخصوصية والشروط، بعد ذلك اضغط على كلمة I agree التي تعني أنك موافق. في حالة عدم ضغطك على كلمة موافق، لا يمكنك فتح الحساب. بمجرد أن تضغط على كلمة I agree موافق، تكون قد أكملت جميع الخطوات. في صفحة حساب جوجل، اكتب www.gmail.com في المستطيل الذي يظهر في أعلى الصفحة. في هذه الصفحة تظهر لك كلمة Inbox في أعلى يسار الصفحة، والتي تكون مظللة باللون الأحمر، والتي تعني صندوق الرسائل الواردة. في كل مرة تستلم فيها رسالة، سوف تظهر عندك بخط غامق. يمكنك فتح هذه الرسالة بوضع المؤشر عليها والضغط. بعد قراءتك للرسالة، يمكنك مسحها بالضغط على الزر الذي يشبه سلة المهملات، أو يمكنك حفظ الرسالة في الأرشيف بواسطة الضغط على الزر الذي يشبه الفايل وفيه سهم يؤشر إلى الأسفل، أو يمكنك ترك الرسالة في صندوق الوارد بواسطة الضغط على صندوق الوارد من جهة اليسار. صندوق الرسائل الواردة في جهاز الهاتف المحمول يشبه الصورة التي تشاهدها أمامك. بالضغط على الرسالة يمكنك فتحها وقراءتها، وبعد ذلك يمكنك من مسحها أو حفظها في الأرشيف، أو يمكنك الرجوع إلى صندوق الوارد بالضغط على سهم الرجوع أعلى يسار الشاشة. لكتابة بريد إلكتروني على جهاز الكمبيوتر، يجب عليك الضغط على كلمة Compose التي تشاهدها في أعلى الصفحة، والتي بجانبها علامة زائد كبيرة. في جهاز الهاتف المحمول، هذه الكلمة توجد في الأسفل وبجانبها إشارة تشبه القلم. عند الضغط على كلمة Compose، سوف تظهر لك شاشة صغيرة أخرى تطلب منك إدخال البريد الإلكتروني للشخص الذي تريد كتابة الرسالة له. في هذه الحالة سنستخدم camp.2021@gmail.com كمثال للشرح كما موضح في الصورة. في الأسفل توجد كلمة subject والتي تعني موضوع. هنا يجب أن نكتب مختصر لموضوع الرسالة. لكتابة رسالة، يجب أن نضع المؤشر في الصندوق الكبير الذي يظهر أسفل كلمة subject. يمكننا الآن البدء بكتابة الرسالة، وبعد الانتهاء من كتابة الرسالة التي نريد، يمكننا الآن الضغط على كلمة send التي تظهر في أسفل يسار الشاشة باللون الأزرق، والتي تعني إرسال. أتمنى أن يكون الجميع استفاد من هذا الشرح المبسط لكيفية إنشاء وكتابة بريد إلكتروني. حظا موفقا للجميع.